أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، والتي خصصناها للحديث عن تسريب بيانات السوريين المقيمين في تركيا من قبل مجموعة على تليجرام. ما قصتها وما خلفياتها؟ ما تأثيرها؟ كل ذلك سنتابعه في حلقة اليوم من ريبوست، فأهلا بكم. منذ الأمس يعيش السوريون في تركيا حالة من القلق والترقب بسبب رابط مجرد فتحه يتسبب بمجموعة تساؤلات عن سبب وجود بيانات شخص سوري في مجموعة على تليجرام. رقم الهوية، عنوان السكن، معلومات الشخصية، اسم الأب والأم والمواليد وكل ما يتعلق بهذا السوري، معلومات ربما هو لا يعرفها عن نفسه. هذه الحالة سيطرت على حديث وسائل التواصل الاجتماعي وغطت صفحات السوريين داخل تركيا وخارجها. فما القصة؟ فوجئ ملايين اللاجئين السوريين في تركيا بتسريب بياناتهم الرسمية عبر قناة على تطبيق تيليجرام في عملية تسريب تعد الأكبر من نوعها في البلاد، في حين أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على صاحب المجموعة قائلة إنه طفل يبلغ من العمر 14 عاما. ونشرت مجموعة مجهولة أيضا هذه البيانات التي شملت حاملي بطاقة الحماية المؤقتة والإقامات السياحية، بالإضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، مما يوسع دائرة المتضررين المحتملين. وتضمنت القوائم المسربة التي صنفت بحسب توزيع السوريين في مختلف المناطق التركية معلومات حساسة مثل الأرقام الوطنية التيجي وأسماء الأب والأم ومكان وتاريخ الولادة ومنطقة السكن لكل فرد. وأرفقت المجموعة القوائم بصور جوازات سفر سورية، إلا أنه تبين بعد فحصها بوجود الكثير من الأخطاء الإملائية فيها، ما يرجح أن تكون مزورة. وأثارت هذه العملية قلقاً بالغاً لدى عموم اللاجئين السوريين في تركيا، حيث يخشون من استغلال هذه البيانات لأغراض تضر بهم وبعائلاتهم أو لعمليات احتيال وابتزاز. وأيضاً على الأخبار المتداولة وحالة القلق لدى السوريين، أفاد مكتب رئاسة الهجرة في تركيا عبر بيان، هذا هو البيان الذي أصدرته دائرة الهجرة التركية، قالت فيه بأن المعلومات الواردة في بيانات السوريين المسربة لا تتطابق مع المعلومات الحالية لدى دائرة الهجرة، مشيرة إلى أنها ستحقق في مصدرها وتاريخ تسجيلها. وقالت رئاسة الهجرة في بيان لها اليوم الجمعة بخصوص الادعاءات المتعلقة بتسريب معلومات هوية السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. هذا هو أيضا نص البيان، قالت فيه لقد تم فحص المعلومات المعنية وتبين أنها لا تتطابق مع المعلومات الحالية في إدارة الهجرة لدينا. وأضاف البيان أنه وفقا لذلك تم إجراء تحقيق واسع النطاق لتحديد السنوات التي تنتمي إليها هذه البيانات ومن أي مصدر وفي أي تاريخ جرى الحصول عليها، وسيتم تقديم معلومات دقيقة للجمهور بمجرد الانتهاء من التحقيق. وبحسب ما ورد في البيان فأن الهجرة التركية لم تنفي صحة المعلومات الواردة في البيانات المسربة، ولكنها أوضحت بأنها قديمة ولا تتطابق مع المعلومات المسجلة لديها وفقا لآخر تحديث لبيانات السوريين في تركيا. هذه الحادثة وما أثارها أو ما أثارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفعت وزارة الداخلية التركية عن توقيف صاحب قناة التليجرام الذي نشر بيانات اللاجئين السوريين، حيث تبين أنه فتى يبلغ من العمر 14 عاما. وأوضحت الوزارة في تغريد نشرتها على منصة إكس أنه في إطار الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية رصد منشور على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم المستخدم انتفاضة تركيا. جاء فيه سنبدأ التمرد في سلطان بيليا بين الساعة 7 و10 مساء. وأضافت أظهرت التحقيقات أن مدير الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي هو
إي بي البالغ من العمر 14 عاما، كما تبين أن نفس الحساب شارك معلومات الهوية الخاصة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. اتخذت مديرية شرطة الأطفال في اسطنبول الإجراءات اللازمة بحق إي بي، وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها للقبض على كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد واستغلال الأطفال في تحريضهم على ذلك، وأنها تجري تحقيقا واسع النطاق في هذا الموضوع. كما قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن معلومات السوريين الخاضعة للحماية المؤقتة والتي سربت هي عادة أو عائدة لما قبل تاريخ 8 أيلول، وعليه فإن التحقيقات مستمرة لمعرفة المتورطين بذلك. هذه التسريبات وهذه المعلومات التي جعلت السوريين يعني متخوفين قلقين، سربت بيانات الكثير منهم، بطاقات الحماية المؤقتة وجوازات سفر حتى المجنسين سربت البيانات منهم أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسربت أيضا بيانات لسياح عرب وخليجيين وسعوديين كما سنتابع بعد قليل. هذا الأمر دفع صانع المحتوى مهدي كمخ من الأشخاص الذين تم تسريب بياناتهم إلى مجموعة التليجرام التي تحدثنا عنها سابقا، فخرج في مقطع مصور يتحدث فيه عن القصة للمتابع. فوجب اني نزل فيديو هذا ووضح لكم شو اللي صار بالضبط. كنت فاتح تليجرام وعم دور بين الجروبات اللي عم جهزوها بعض العنصريين لحتى يرتبوا حالهم ليتهجموا على السوريين و الى اخره، فلقيت واحد منهم ناشر رابط وعم بيقول انه بداخل هذا الرابط في معلومات ل 3 مليون سوري بالتفصيل. اخذت هذا الرابط ونزلته، الرابط فيروس اذا بتشوفوه لا تحملوه. المهم بحثت عن اسمي، فعلا لقيت اسمي مع معلوماتي مع رقمي، يعني مع كثير معلومات عني مع عنواني و الى اخره. وبعد البحث الطويل لقينا انه الرابط فيه كل معلومات السوريين، في ناس حتى موجود حساب التليجرام تبعهم لهالدرجة تماما. فشو الأخطار أو الأضرار اللي ممكن تصير؟ ممكن يفتحوا فواتير أو شيء على اسمك أو خط على اسمك، ممكن يشركوا اسمك في جريمة سابقة أو جريمة حالية، ممكن يتصلوا بالأرقام ويضايقوهم وإلى آخره. ومشان تعرفوا هيك كل فترة شيكوا على البوابة الإلكترونية الإي دولت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كما تابعنا، هذه هي بعض الأضرار التي ربما يتعرض إليها اللاجئ السوري في تركيا بعد تسريب بياناته الشخصية وبيانات العائلة. يعلم السوريون عواقب أن يمتلك شخص بيانات شخص آخر خصوصا في تركيا، فيكفي أن يمتلك هذا الشخص تفاصيل جواز السفر لكي يقوم بفتح خطوط هاتف على اسمه. وكثيرة هي الحالات التي يفاجأ فيها سوريون في تركيا بوجود أكثر من خط هاتف مسجلا باسمه، ما يدفع مختصين للتحذير كثيرا من إعطاء البيانات لأشخاص غير موثوقين. وإحدى هذه الحالات أودت بحياة شاب سوري، إذ أقدم شاب سوري يدعى أحمد إبراهيم على الانتحار نهاية العام الفائت عقب فتح خط هاتف محمول باستخدام بطاقة الحماية المؤقتة التركية الخاصة به في ولاية إزمير غربي البلاد، ما تسبب في خسارته لعمله ووقوعه في أزمة نفسية واقتصادية بحسب موقع سون سوزا. فإن الشاب السوري أحمد إبراهيم كان يعمل مترجما في مستشفيات إزمير ضمن مشروع سيهات الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم فصله من عمله بسبب خسارته بطاقة الحماية المؤقتة. وكشفت صحيفة تركية حينها أن إبراهيم كان ضحية لعملية احتيال، حيث أفادت عائلته وأصدقائه المقربون أن أشخاصا مجهولين فتحوا خط هاتف محمول باسم إبراهيم من دون علمه واستخدموه في عمليات نصب واحتيال، مما أدى إلى محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وبسبب هذه العقوبة ألغت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية الهوية الخاصة باللاجئ السوري إبراهيم، وبناء على ذلك فصل من عمله. الصحفي يحيى أصبيح خرج بمقطع مصور على صفحته في فيسبوك تحدث فيه عن وجوب توخي الحذر الشديد من احتمال استخدام هذه المعلومات الشخصية في انتحال الهوية أو إصدار خطوط هاتف، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي يمكن استخدام هذه المعلومات فيها. للأسف من شوي تقريبا أكثر من ساعتين انتشر رابط على مجموعات تليجرام تركي، وهذا الرابط فيه تسريب لمعلومات بيانات لأكثر من 3 ملايين سوري. المعلومات تتضمن كثير شغلات، منها أسماء الأشخاص، أرقام هوياتهم، وحتى أماكن العنوان أو الأدرس اللي هن مثبتينه في موقع الإدولات أو مثبتينه
الهجرة تبعي تركيا، ولكن للأسف انتشر كمان صور جوازات سفر أو صور كمالك بطاقة الحماية المؤقتة، وفي جزء كتير كبير منه واضح أنه غير صحيح، يعني تم التلاعب فيه من حيث خليني أقول الكتابة غير واضحة، الصورة فيك غير صحيحة، وفي بعض الصور عملنا لها فحص فبينت هي بالذكاء الاصطناعي، ولكن عدد كبير جدا هاي الصور والكمالك والحماية المؤقتة ما كان في الوقت أنه نضل نفحص ونتأكد من جميع الصور والبيانات، ولكن نتأكد منه هي المعلومات الشخصية اللي تم تسريبها كرقم هاتف، اسم، عنوان، ورقم رقم خلينا نقول الاي دي، رقم الهوية اللي موجود في تركيا للشخص. فنحن هلا حاليا بوجه رسالتي لجميع السوريين الموجودين في تركيا، يرجى اخذ الحيطه والحذر من حيث انه دائما يشيكوا كل يوم اذا تم فتح رقم هاتف من خلال الدولات، اذا تم حدد اتصل فيهم وطلب معلومات، اذا في حسابات بنك يا ريت كمان يتواصلوا مع البنوك ويأكدوا على موضوع انه يتأكدوا من الشخص ويطلبوا دائما كود فيريفاي تأكيد يوصل على الموبايلات تبعيتهم، لانه كمان قد يكون في انتحال شخصي اذا في اشخاص مهمين او في مبالغ مالية قد يتصلوا مع البنك وينتحلوا صفة الشخص. وايضا من ضمن اجراءات الحماية ان احنا اي اتصال بيجينا كان من رقم هاتف ارضي او من رقم هاتف خليوي للمتواجدين في تركيا لازم ما نعطي اي معلومة، لو هو قال بوليس، لو قال هو من الهجرة والجوازات، لو قال من اي مكان ما نعطي اي معلومة. أيضا التحذيرات من قبل صحفيين وصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس إلى اليوم ومخاطر ذلك. ولم يكن ينقص السوريين إلا خط البطاطا. أما عن ما يسمى خط البطاطا، كثيرون منا سمعوا بهذا المصطلح، فما هو؟ القصة أنه يفضل الأشخاص المتورطين في جرائم تستوجب عقوبة شديدة مثل الإرهاب، المخدرات، التهريب، النصب والاحتيال، استخدام ما يعرف بخط البطاطا عند شراء خط هاتف محمول. وكانت خطوط البطاطا تفتح سابقا باستخدام بيانات هوية المواطنين الأتراك، ولكن في الأونة الأخيرة بدأت تفتح باستخدام بطاقات الهوية المؤقتة المعطاة للاجئين السوريين، ويستخدم المجرمون المعلومات الموجودة على بطاقات الهوية المؤقتة التي يقدمها اللاجئون السوريون عند فتح خط هاتف لتجنب مراقبة الشرطة، وهو ما يؤدي إلى مواجهة السوريين الأبرياء مع التحقيقات القضائية والمحاكم. لم يقتصر تسريب البيانات على السوريين فقط، لكن هناك بيانات لعرب أيضا سربت، حيث غزت هذه التسريبات وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا منار كتب: تسريب بيانات وصور ووثائق شخصية لأكثر من 3.5 مليون شخص لأغلب السوريين في تركيا وكثير من العرب، وهذا التسريب خطير جدا، يعرض كل شخص للخطر، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات لمعرفة مكان الشخص، ويمكن توريطه بجرائم أو تسجيل خطوط هاتف باسمه أو حتى فتح حسابات بنكية. صور جوازات سفر لزوار خليجيين انتشرت أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار قلقا لأن بياناتهم الشخصية أصبحت مكشوفة. وهنا كتب علاء الأحمد: من ضمن التسريبات وخرق البيانات، أو بمعنى أدق تعمد نشرها من موظفي دائرة الهجرة ل3.5 مليون سوري على أراضيها لم تكن كافية، حيث وصلت لدرجة تسريب بيانات سياح خليجيين خاصة سعوديين من موظفي الفنادق في ذات الجبهة الذي تم فيه رصد أول حالة نشر بيانات برابط عبر صانع المحتوى السوري مهدي كمخ. طبعا أرفقت المنشورات بصور لجوازات سفر سياح خليجيين، وهذه بعضها التي عملنا على تمويهها حفظا على الخصوصية. هذه هي صور جوازات السفر كما تتابعونها على الشاشة لمواطنين من الخليج العربي وبالأخص من السعودية الذين زاروا تركيا، وكما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي في التعليقات على فيسبوك وتويتر بأن هؤلاء تم نشر المعلومات الخاصة بهم جواز السفر عبر ذات القناة من قبل موظفي الفنادق. الكثير من الصور للسياح الذين أتوا من الخليج إلى هنا
نشرت على هذه القناة والتي تم تحميلها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. مخاوف السوريين من تسريب بياناتهم أججها ما حصل في قيصري قبل أيام قليلة، وما زالت حالة التوتر في المدينة بل تعدتها إلى مدن وولايات أخرى. وتابعنا خلال الأسبوع المصرين فيديوهات انتشرت بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأحداث اعتداء على سوريين وممتلكاتهم بتكسيرها أو حرقها في قيصري وفي مدن أخرى أيضا. تابعنا فيديوهات مثيرة للذعر والحزن في آن واحد على حال السوريين الذين تحولت جنسيتهم لذنب يحملونه على أكتافهم أينما ذهبوا. فأي شرارة لخبر مفبرك بطله بحسب مروجي الخبر سوري، يكون إعلانا لمواجهة كراهية قابلة دائما للاشتعال كقنبلة موقوتة لا تحتاج لأكثر من شرارة صغيرة. الصور التي أتت وتم نشرها من قيصري تدمي القلوب. فعلق الصحفي محمد الأكتع على هذه المشاهد التي شاهدناها، وهذا هو تعليق أكتع هنا. قال: اليوم قمنا بعملية استكشاف في المناطق التي وقعت فيها الأحداث في قيصري، قابلنا العائلات التي تعرضت للهجوم. أريد أن أشارك مع الجمهور حادثة تسببت في بكائي. ما جعلني أبكي ليس الحادثة هي فقط، بل وجود مثل هؤلاء البشر الذين خرجوا من الإنسانية في تركيا. وقعت الحادثة في حي صحابية بين شخص سوري كفيف البصر يتم رجمه بالحجارة بينما تكون العائلة داخل المنزل، ولم يكتفوا بذلك بل تم إحراق المنزل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إحراق سيارة الأب البالغ من العمر 60 عاما والتي يستخدمها لكسب قوته اليومي. عن هذه الأحداث الأخيرة التي تعرض لها اللاجئون السوريين في تركيا معي عمار عز الدين، مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار من غازي عنتاب. يعني سيد عمار، تعلم ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس إلى اليوم وحالة الخوف والذعر الذي يعيشها اللاجئ السوري في تركيا بسبب تسريب البيانات الشخصية بهم، كيف حدث هذا الأمر؟ يأتي لك أستاذ حسام ولكافة متابعين تلفزيون سوريا. لبداية أنا حابب نوه لقصة الأمم المتحدة وطلب الحكومة اللبنانية تسليم بيانات اللاجئين السوريين على أراضيها والمسجلين لدى الفوضية، والمسار الطويل من التفاوض لمدة عام تقريبا، والحصول على ضمانات من قبل الحكومة اللبنانية بعدم تعرض اللاجئين لأي خطر محتمل. وطرحت هذا المثال لأوضح مدى أهمية البيانات الشخصية للاجئين. فتخيل في حالة لبنان واللاجئين السوريين موجودين على أراضي لبنانية وكانت المفوضية حذرة جدا بهذه المعلومات، فكيف أن تسرب معلومات شخصية لثلاث ملايين لاجئ بكل سهولة؟ وما مدى خطورة وقانونية يعني وتبعيات القانونية لهذا الموضوع؟ فالموضوع طبعا خطير جدا وله أخطار طبعا تتعدد يعني أو تتنوع بين الداخل التركي واللي تفضل فيها تقريركم بإسهاب وحكاها أنه اليوم فعلا اللاجئ السوري معرض بكل بساطة لموضوع الاحتيال والمسؤولية القانونية، وذلك عن طريق فتح خطوط باسمي أو عن طريق حسابات بنكية عن طريق مواقع البنوك الأونلاين اللي منتشرة بتركيا، واستخدام هذه الحسابات عمليات مشبوهة بإضافة لسحب خطوط إنترنت حتى ارتكاب جرائم باسمي. وسوف يسأل هذا الشخص لاحقا عنها ويتعرض للمساءلة والترحيل، وهذا عامل كتير خطير لأنه نحن كتير شفنا لناس ضحايا لهاي المواضيع وتم ترحيلهم، وعلما أن الحكومة اكتشفت أنه فعلا هني ما لهم علاقة بهذا الموضوع لا من بعيد ولا قريب، ولكن اعتبروا إهمالهم بهذا الموضوع يعرضهم للمساءلة وتم ترحيلهم. نحن كنا بنعرف الوضع القانوني للسوريين يعني بأي مشكلة كانت حتى لو كانت حادث سير فهو معرض للترحيل بالوقت الحالي، فما بالك بالمواضيع القانونية الكبيرة اللي عم يكون فيها احتيال. وهذا كتير مهم كمان من ناحية أخرى كمان ذكر تقريركم مشكورا، اليوم في عنا موضوع الحالة اللي صارت فيها تسريب هذه القوائم وهذه الأسماء. هذول الناس اللي سربوا هالقوائم هن ناس عنصريين، وبالتالي وجود العناوين وأرقام الهواتف لهؤلاء اللاجئين السوريين سوف يعرضهم بشكل قاطع لأخطار محتملة. بهي ناحية كتير مهمة لأنه اليوم صار هذا الشخص مكشوف مكان إقامته برقم تليفونه حتى بعنوان الموجود وين هو موجود بالضبط، فهذا سوف يعرضه لخطر محتمل عالي جدا. هلا البعد الثاني واللي نحن بنشوفه قبل الحديث عن البعد الثاني يعني التبعات القانونية لذلك، ما الذي يجب على الحكومة التركية التصرف به لحماية اللاجئين السوريين والبيانات التي سربت الآن؟
ما هي الخطوات التي يجب أن تفعلها؟ هلا استاذ حسام تسمح لي، هو هاي الناحيه كثير مهمه كمان، سؤالك كثير مشترك عليه، ولكن اليوم حتى اللي نشروا هدول البيانات عرفانين شو عم يشتغلوا يعني بصراحه، لانه اليوم تقصدوا انه يكون الشخص عمره 14 سنه، واليوم نحن بنشوف النص القانوني للماده 136 قانون عقوبات تركي، فهي عقوبتها يعني بالنهايه من سنتين لاربع سنوات، بما انه شخص قاصر فسوف تقتصر عقوبه على نصف المده اللي هي من سنه سنتين كحد اقصى، وهذا الشيء كثير مهم يعني، طبعا بين قوسين لازم يكون الشخص لديه قدره على استيعاب العواقب القانونيه لفعله. هلا الحكومه التركيه انا بتوقع بالوقت الحالي ما في قدامها شيء تعمله، بالعكس انا اقول انه هذا التسريب راح يزيد التعقيد على السوريين بموضوع سواء فتح الحسابات البنكيه او سحب الخطوط الهاتفيه او حتى معامله مديرية الهجرة أو دائرة الهجرة ورئاسة الهجرة لإلهم بهاي المواضيع تحديث البيانات، ولا يعني بنتوقع كثير إنه هلا يرجعوا يطلبوا من السوريين يدخلوا بمتاهة تحديث البيانات مرة جديدة، وهاي ناحية كثير كمان هامة لإثقال السوريين بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية. فمن ناحية إنه شو بيقدروا يعملوا الحكومة التركية أكيد مو اختصاصنا، ولكن لا أتوقع في يدهم حلول كثيرة بعد تسريب قوائم 3 ملايين شخص. أستاذ عمار قبل أن أنهي معك، يعني هناك سؤال الآن على وسائل التواصل الاجتماعي وهو حديث اللاجئين السوريين موجودين في تركيا خاصة من بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، وأريد أن أسأل لحضرتك وأنت مطلع على جميع التفاصيل وقانوني، ما هو مستقبل اللاجئ السوري اليوم في تركيا أمام تطور الأحداث بدءا من قيصري إلى اليوم، وربما هناك أحداث في المستقبل ستكون؟ استاذ حسام تسمح لي بس بعجالي، البعد الثاني كثير مهم انه نذكره اليوم لانه هو يشكل خطر على اللاجئين، اليوم تسريب القوائم للمخابرات السوريه سوف يجعل السوريين المتواجدين في تركيا في خطر محتمل عالي جدا، بس حبيت نوه النقطه، وهذا البعد غير المخاطر الموجوده بالداخل التركي، هذا البعد اللي بده يطالون خارج تركيا. جوابا عن سؤال حضرتك، للاسف الشديد نحن طالبنا ونحن كنا كتاب وكان تلفزيون سوريا مشكور عمل ضغط عليه وقانون الحماية المؤقتة قمنا بترجمته وحطينا المواد القانونية الكل فيه، ولكن اليوم ليس من المقبول بعد 13 سنة أنه يظل هذا القانون هو اللي عم يحكم اللاجئ السوري بكافة مواد القانونية يكون دون أي تعديل عليها. القانون فيه كثير تمييز بحق السوريين من موضوع عناوين السكن بالإضافة لموضوع إذن السفر بإضافة للتنقل اللي عم يفرض قيد على السوريين بهذا الموضوع. لا نتفائل بموضوع الوضع اللاجئ السوري في تركيا، ونطالب وطالبنا وصلنا نحن بيان بهذا الموضوع، يجب تعديل قانون الحماية المؤقتة التركي إن كانت الحكومة التركية تنوي أن يكون هذه السوريين موجودين على أراضيها بشكل قانوني وبشكل صحيح ويمارسون حقوقهم كحقوق إنسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بالدرجة الأولى اللي نصت عليها كافة الاتفاقية الدولية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإضافة للقانون الوطني التركي اللي هو قانون بنص على هذه الحقوق لهذه اللاجئين. يجب تعديل قانون الحماية المؤقتة وجعل وضع اللاجئ السوري أقرب إلى وضع الحماية الدولية. هذا الوضع سوف يجعل اللاجئ بموضوع الاندماج بشكل أكبر ويخفف موضوع العنصرية، بالإضافة طبعا يجب سن قوانين وقوانين صارمة جدا بموضوع تطبيق العنصرية ومحاربتها ومكافحتها. هذا شكرا موضوع هام جدا، لأن لك هذا الموضوع الأستاذ عمار عز الدين ليس له أثر بس فقط على تركيا، مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار، أثره حتى كنت معي من غازي عنتاب. شكرا لك أستاذ عمار، نأسف على ضيق الوقت، شكرا لك على هذه المداخلة والمعلومات التي ذكرتها. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من ريبوست، كونوا دوما بخير.